بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. برا ما قال كافية قران به قران ترين شوني باب اشتغاله براسي خوي قران وهيك كافية مشهورة بلام قران ترين شوني باب اشتغاله دواي أو بابيك إذا نكر الصرفة يتسر باب اشتغال أفرمي. والثالث سهم لو شناني كوا حذف في فعل مفعول به أنت عاكره خلي ما هاي لو موضوع نايسة نما نتشوار شون يحذف فيه فعل المفعول به وجوبا وايا يشي كتر لو شنانا ما أضمر عامله على شريطة التفسير أو شنية كعاملكي إضمارك ري بلام بشرت إضمارك ري كبدواي مفعولك فعلك مفسر هاتبه على شريطة التفسيري يعني بمرجع أو فعل محذوفة تفسير كرابي توا بفعلك مفسر كبدواي مفعولك هاتو باش برام خوشي بي أولي بيت أولي ألي وهو كل اسم همو اسمك بعده فعل فعل بدوايا هاتبه أو شبهه يا شبه فعل بدوايا هاتبه مشتغل عنه أو فعل ني برجيت هرب كبوتا كم بكردي جبتي ني برجيت سر اسمك مشتغل يعني مشغول بو بيعلو هوشي بلايو او نما ابو به كردله ني پرجيت سر او اسمي پيش خوي اي مشغوله بچي و ني پرجيت سر او بضميره مشغول بو بضمير او اسمه يا متعلق يا متعلق الضمير كي اذا ني پرجيت سر اسمك پيش خوي جا مشغول مشتغل عنه بضميره او متعلقه يا بمتعلق او ضميره مشغولة بمضاف ضميرك وضميرك بو بمضاف إليه بونمونة مثلا برام أو فعل وهاجبه لو يعني أما مرجت يعني يعني ومن شرطه لو سلط عليه هو أجر أو فعل مسلط كي بسر أو اسمع يما علي المسلط يعني فعلك مسلط بيه بسريع منو تو مسلطي كين بسريع هو أو فعل أو مناسبه ياشتيك مناسب أو فعل بيه لنصبه بتواني مرسول يعني شبه أو فعل يعني معناه فعلك بيه يا مناسب فعلك بيه بتواني أو اسم منصوب كا يعني فرزن أجر تو أو فعل يا مناسب أو فعل يا معناي او فعله مسلط كي بسر او اسمك ام ناي برجيت سري فرزا مسلط كي بسر يا لنصبه بتواني منصوب بك اگر او مرجيت يا نبو او باب اشتغالني نمونه مثل زيدا ضربته زيد لم دعه يعني اما خدي فعلك مسلط كي بسر يا يعني ضربت زيدا ضربته ما او عيلته يعني اگر خودي ضربته مسلط كي بسر زيدنا منصوب يك اشكالت يعني كواب من باب تيه باب اشتغال زيدا مررت به ما اما ليرا مناسب فعلك يعني تيه خوش الواب بمعنى له زيدا مررت به يعني جاوزت زيدا مررت به تيه برين بلا زيدا مررت جاوزت لقل مررت به تقريبا ملابسية كان مناسبية كان زيدا أهنت زيدا ضربت غلامه كتب دي لغلامك زيد يعني أهاني زيد كردو كواب الإراتية مسلطة أكري بسر زيدنا أهنتوا باش براب لابست زيدا حبست عليه يا انتظرت زيدا حبست عليه قم شاردو نابو حبست لابست قم شاردو نيه يعني ملابسه كم هبو علاقه كم هبو لقر زيدا بو خوي بو هو او علاقه لابس اللي بمعنى علاقه بوني علاقه ما هو او علاقه يا يعني انتظرت زيدا شاوري زيد مكر او انا شاوري مكر حبست عليه حبس بوم لسري نعم عاوت اللي
أويك مناسب بيبو حبست عليه يا انتظرتوا يا لابستوا لأجلي اشتكي آوة باش برام خوتا ارارونا ماذا عصيانا ام جاء فرمي اي باشا او فعل او اسم بشي منصوبة ينصب بفعل مضمر يفسره ما بعده او اسمانا منصوبة بفعل مضمر كفعلك دواي خوي او فعلك بدواي زيدة هاتوا تفسيري او فعل مضمرا اكا يا كميان ضربت مقدرة دو هميان جاوزت مقدرة سي هميان اهنت مقدرة شعر ميان لابست مقدرة ختا الى رونا باشا ايما واجبها مكاتب منصوب كين نو والله جارجار رفع مختارة جارجار نصب مختارة جارجار نصب واجبة جارجار يستوي فيه الأمران كابو شعر حالت يختار الرفع يختار النصب يجب النصب يستوي فيه الأمران باشا برام كابو ويختار الرفع بالابتداء لشوائي ما مرفوع يكين لكات يكا كواب أو اسما أجر مبتدا بباشترة أجر مبتدا بباشترة بشرط عند عدم قرينة خلافه بشرط قرينة نبي كخلاف اختيار رفع بك يعني إمار رفع مختارة شكات مختارة بشرط قرينة نبي خلاف أو مختارة باش برام أي خلاف الرفع أو عند وجود أقوى منها يا قرينة نبي كبقوة تربية لخلاف رفعك يعني قرينية كما نهبه خلاف الرفع بقوة تربك كخلاف الرفع ايش تيا نصبية باش برام وان انهبه كي هبي انو كي يسا خوي بي معنى لي باش برام كأما مع غير الطلب وإذا للمفاجأة لشو يختار الرفع لكاتك أما هبه بلان بشرته أما ك بو غير طلب به أما يطلبين به وإذا بو مفاجأة به لا يتهيش لسر ولا نسيوا قوله مع غير الطلب احتراز من الطلب وهو الأمر والنهي ونحو أي لاختيار النصب حينئذ يعني أجر أما ك طلب بدواهات بويلا مع غير الطلب اجل طلب بدواهات او كاتب مختار النصب احتراز من الطلب وهو الامر والنهي ونحوهما لاختيار النصب حينئذ نحو جاءني اخوتك فاما زيدا فاكرم شوتي تنتي امري بدواهات هو يا نهي لدواهات هو تنتي امر طلبه اجل او اما يا طلبي بدواهات اختيار النصب بويلا كاما مع غير الطلب شنش لواقع أما أجر طلبي بدوانها معناها جملة مستأنفة كجملة مستأنف معناها يختار الرفع باش برام يا إذا مفاجأة بدوابه ألم حالتانا يختار الرفع بلى يختار الرفع يريد أن الرفع مختار أيضا وإن وجدت قرينة النصب إذا وجد أقوى منها أي من قرائن الرفع ومثاله قام زيد وأما أمر فقد ضربته شاو ليه أو أما تنشي طلب بدوان هاتوا نهي بدوان هاتوا نالي وأما أمرا اختيار الرفع فالدروس أما أمرا نش بلان الرفع مختارة علي قام زيدون وأما أمر فقد ضربته تنشي ما دام أما فاصلة لبين أدو جملة أمر نكاب جملة مستأنفة كجملة مستأنفة بو مبتدع به باشتره يختار الرفع امجال واقعة اقل مرفوع به محتاج بمفسر نابين واتشتك مقدر نابين دي جملة اشتتيا مقدر نبي باشتر لو اتيا مقدر به اي فإن قولك قام زيدون وضربته من القرائن التي يختار اقل اواب لي بلي واما عمرو فاذا عمرو فقد وقام زيد فإذا عمرو يضربه بكر
أو بدو أي إذا مفاجأة هات زيد هستا فإذا أمر لو كتب را أمر يضربه بكر بكر ليدا لو شهر يختار رفعه باش برام بلى ويختار النصب أما خو تائر الرونة باش أما الحالة يبو كي يختار الرفع بو ويختار النصب بالعطف على جملة فعلية للتناسب بلام نصب مختارة أجر عطف أكراية وسر جملة فعلية شنك مناسبة وايا سليران من هنا ترى قام زيد وضربت قام زيد وضربته من القرائن التي يختار من معها النصب على ما سيأتي يعني خرجت فزيدا لقيته باشا برام ما صيّر بالعطف على جملة فعلية للتناسب وبعد حرف النفي دعي حرف النفي نحو ما زيدا ضربته بلى ما زيدا ضربته بلى ما زيدا ضربته جوعان والاستفهام أزيدا ضربته باشا برام بلى وإذا الشرطية إذا الشرطية وكوتشين منين هنا وتولى به وإذا الشرطية والظالمين أعد له يدخل من يشاء في رحمتي فلمك وإذا الشرطية يجوز الرفع بالابتداء إذا زيدا ضربته أضربك لا لا والاستفهام نعم إذا زيدا ضربته أضربك أضربك نك أضربك 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 استفهامة لا من منكان هنا وتو يعني حيث زيدا أكرمه أو شيء أو شرحه لايتو ولا لا من غاية التحقيق غاية التحقيق بل مشاركة لا من البوهن دجار أما زيدا بل فلمك قوله مع غير الطلب وجاي أو يك بل فلمك خواب زين هيك اللي صرنا نسيوه بلى وطبعا حرف نفيك وكو زيدا لا تضربه استفهامك ما زيدا ضربته ها زيد ما زيدا ضربته وكو نفيك وكو نفيك ما زيدا بلى ما صيد ضربته بالعطف على جملة فعلية للتناسب وبعد حرف النفي ما زيدا ضربته والاستفهام أزيدا ضربته إذا الشرطية نمنا كتشيبوا لبي إذا الشرطية إذا زيدا ضربته أضربك وحيث حيث زيدا فأكرمه وايا حيث زيدا أكرمه أكرمه بلى أم جاء لأمر أمر نهي وكو زيدا أضربه أو لا تضربه زيدا يضربه أو لا تضربه بلى بلى إذ هي مواقع الفعل لواقع معنى مواقع فعلة دي وكو واي معطوف يبصر جملة فعلي ما دام مواقع فعلة يختار فيه النصب فلا جرم يختار النصب بتقدير الفعل واي فعلة كم مقدرك ريلم شنانا لبرو فلا جرم يختار فيه النصب بل هروها يختار النصب عند خوف اللبس المفسر بالصفة سيدي أم آية تبكى إنا كل شيء خلقناه بقدر معنى آياتك معنى مقصود لم آياته جهل من غيره معنى مقصود لم آياته أويا خوا أفرمي إما هرشتي كدروس ما كدو بقدر دروس ما كدو بقدر دروس ما كدو إنا كل شيء خلقناه لرا كل يعني إنا خلقنا كل شيء خلقناه أما يختار فيه النصب أي باش أجر مرفوع بيتشير ودا أبي أبلين أو كاتا إنا كل شيء أجبلين إنا كل شيء خلقناه أجن أبي بصفة بو كله يعني صفتي وابا كأما دروس معنى كذو إنا خلقناه كل شيء نا 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 إنا كل شيء خلقناه يعني صفتي وابا كأما دروس معنى كذو بقدرين بقدر دروس معنى كذو وانيا أو كاتا سير كذان معنى كتشون لركتيا كتشي ألا ينصب بنصب كل بو ولو رفع بالابتداء وجعل قول خلقناه خبرا له أقبلين إنا كل شيء عفو خلقناه نكين بصفات بكين بخبر إنا كل بلين كل مبتدايا
بله عليه ولو رفع بالابتداء ولا يكون مبتدا جاء جمله خلقناه كي بخبر خيف لبسه بالصفه او كاتوا اترسن لويك ملابسه به لغير صفته باحتمال قوله كون قوله بقدر خبرا او كاد اغنجي بلين ان كل شيء همشت خلقناه كصفته وابي احمد عثمان كدوا بقدر او كاتب بقدر جار مجرور كيف كيف خبر ان كل شيء صفته وابي خلقناه بقدر او كاتب معنى مقصودك اغوري والاول غير مقصود الاول مقصود كل مقصود ام ايه كل شيء مخلوق لنا بقدر يا ما همشت كدرس مارك دو مخلوق يا ما بي بقدر دروس مارك دوانيه دبرام اگر وايل يبكي بلي خلقناه لبس بي بصفته وايلته ان كل شيء خلقناه هرشت كي ما دروس مارك دو بقدر بكي بخبر ما خلاف مقصوده فيكون المعنى كل شيء هو مخلوق لن هو مخلوقنا كائن بقدر هشت يا كمخلوق ام يا كائن بقدر بقدر دروس او كاتا دل وابو يا شي هند شت هي مخلوق اخواني وكم معتزله الي دل وابو يا شي دل وابو يا شي هند شت هي مخلوق اخواني وكل راء له فيوهم كون بعض الاشياء غير مخلوقه لله و وهم اروى كهند شت مخلوق نبي بخوا كما هو مذهب المعتزله في افعال العباد الاختياريه بهذا حصل الجواب اما كواب ايمالين بو منصوب بو او اوه ما ونروى شنو قبلين ان كل شيء خلقناه بقدر هرشتي دروس ما كدو بقدر دروس ما كدو معناه وايه شتي شيء كبقدر دروس نكراوه مخلوق اخواني اعوذ بالله وكو خلق افعال عبادكم معتزله عليه لكاتك آياتك مقصودي أولية آياتك مقصودي أولية هرشتك دروس معنى كردوا بقدر دروس معنى بأندازة دروس معنى كردوا تكشت برام كواب الراسية هرشت بخوة أما تكلفة أما معنى بتكلف دروس معنى كردوا المهم لرا منصوب به معناك زور مستقيم ترو باشتر ويستوي الأمراني يمن معنو يا مختار النصبة يا مختار الرفعة يا مستوي الأمران أما حالة السهمة ويستوي الأمران في مثل زيد قام وعمر أكرمته وعمر أكرمته أخذ يستوي الأمران رول جانب عمر عمر يستوي الأمران وانية بو شنك زيد قام سيدك أو جملة بك بدوب الشوى بك بصغرى وكبرى كبرى كي اسمية صغرى كي فعلية يعني. وانية نعم زيد قام معناي ما دام اسميتي آية اگر عطف يكي توسر جملة اسميك بلي وعمرا اكرمتو عطف يكي توسر فعلكيش بلي وعمر عمرا اكرمتو زيد وعمر اگر عطف يكي توسر زيد جا اگر ايش لي عطف يكي توسر قام يعني زيد قام وعمرا يعني واكرمت عمرا اكرمتو عطف يكي توسر فعلك أما حالة السهم يستوي فيه الأمران وايا ويجب النصب واجب نصب لشو واجب نصب بعد حرف الشرط وحرف التحضير كاتك أو اسم بدواء حرف شرط به يا بحرف دواء حرف تحضير به هل نعم جاء علي حرف شرطك صريح به وكوين لو يا تضمني بيوكو متاو حيثما وأينما لحاشك إلى من أوالي حرف تحضيض مثل إن زيدا ضربته ضربك أو بشرتك إن زيدا يعني إن ضربت زيدا ضربك أما ليراتشية يجب النصب بل بو تشنتي بدواي شرطا إلا أن الرفع مختار وإنما يجب النصب بعدها بو تي واجب النصب لدواي أمانة بواجبة عليه لاختصاصها بالفعل كنت حرف شر داخل صرف فعل به داخل صرف فعل به كواب جملة كفعلية كواب أبيت وجلها اسمك منصوب كي واجبة لاختصاصها بالفعل لأنها وضعت للوم والتوبيخ على ترك الفعل
وإنما يجب النصب بعدها أما بوقتها هنا كي عفو وتحضيق ذكيه أي ويجب النصب بعد حرف الشرط اللي يابو على وإنما يجب النصب بعدها بولد واي حرف الشرط واجب نصب لأن الشرط يستلزم الفعل فانت الشرط لازم يفعل أم جا حرف التوبيخ شر لازم يفعل لبر أو يجب النصب في الحالتين وأن لا زيدا ضربته أو بون الدعاء لزيد يعني أن لا ضربت زيدا ضربته أما إيش خورونا تايرة آه أم جاء إشكال دل سبيه أزيد ذهب به آية اشتغال يعني على اشتغال ليس منه أزيد ذهب به واجب على الرفع بو تنتي ذهب كفعل مبني المجهولة ما. يا ملابس ذهب كأذهب يا مسلطي كبسر زيدا زان منصوبك منصوبينك ذهب من مبني المفعولة لبلا ولا ليس أزيد ذهب منه لباب اشتغال فالرفعين فالرفع واجب أما أو شونية ك هرباب اشتغال نية إذا إما تشوار شون من بيان كل لباب اشتغال ما يختار فيه الرفع ما يختار فيه النصب ما يستوي فيه الأمران ما يجب فيه النصب النصب بس ما يجب فيه الرفع نبو أي أما خو ما يجب فيه الرفع لباب أما باب اشتغال نية تاني بكلمة قسمة له هرباب اشتغال نية وليس أزيد ذهب به منه فالرفع يعني فالرفع واجب وكذلك كل شيء فعلوه في الزبر أمش باب اشتغالني بو باب اشتغالني بو على يريد أنه ليس من هذا الباب أيضا لأنه موهم شنك معناك وقبلين نادرست أخات وهمته إذ هو اسم وبعده فعل كل شيء اسمه كل اسم نية مضاف بلاي شيء إم جاء بدواء أواتي هاتوا فعل هاتوا فعلوه وبعده فعل مسلط على ضميره دخو فعل كيش مسلطة بصر ضميري ضميرك شتبه كل شيء فعلوه وانيا عيبنا يا خيطة بابي اشتغاله بو علي ليس منه بو علي ليس منه خوما الشرط كان اتعاته تدي فيتوهم المتوهم أيضا أنه لو سلط عليه لنصبه أقر فعلوا مسلط كي بسر كل منصب يكا يعني فعلوا كل شيء فعلوا وايا فيدخله في هذا الباب لو جهته كأتواني مسلط كي بسر يا فعلوا مسلط كي بسر كل يي داخلي كي لم باب يعني فيدخله المتوهم في هذا الباب وهو غلط غلط بو غلط باب على لأن تقدير تسليطه على ما قبله أجر وافرس كين تو التقدير أكي عليه فعلوا مسلطة كم بسر كله زين شروا أدا لأن تقدير تسليطه على ما قبله إنما يكون على حسب المعنى المراد أبي معنى مرادك تيجندا معنى مرادي أم آية أوي بمنو تو الراب جيني بإنسان الراب جيني كل شيء فعلوه في الزبر هرشتي أو كافرانك هرشتي إنسان كان كردو أنا نك عفو كافران هرشتي كردو مانا لزبور آية زبور جمعي زبورة زبور يعني كتاب لكتاب كمان نسراه معنى آيتك أمي باشا برام وليس المعنى المراد ها هنا أنهم فعلوا كل شيء في الزبر مع أجل ما بلين وكل شيء فعلوه بلين مصلتك إن بسريا وايديتو فعلوا كل شيء فعلوه في الزبور أوان هم مش تك كردو أنا أو إيش تاني أنا كردو كلا زبور هاي معنى كواني معنى كواني يعني منو تو أو إيش تاني ما كردو كلا زبور هاي نا معنى كأوايا هر شيء كردو ما أنا لزبور أنا نسرع نكر شيء لزبور هاي منو تو كردو ما أنا كردومان خوي هرشان اوش دروستا بس معناي مراد اواني معناي را اوايا ايما هشتك ما لو النابي لقيامته هشتك لأعمالي ايما النابي
هر چی کردو معنی حال زبور اگر او معنی او معنی اگر معنی گیتنی هل جرین او بلین جبر جبر او كاتبرين وكل شيء ف وفعلوا كل شيء فعلوه في الزبر رازك يكون معنی جبريه كيلي اي باش برا امش خورون تايره كابو ليس زيد ذهب به منه يعني من باب الاشتغال وكذلك ليس كل شيء فعلوه في الزبر من باب الاشتغال بو خو هر چند دروس فعلو مسلط کی اصل ذهبه هر دروس نه مسلط کی بسر ذهبه مسلط کی بسر زید زید او منصوبی کا منصوبی نا کا بلام لرا اتوانه منصوبی کا دروس فعلو مسلط کی بسر کلا لباب قواعد ایش اشکال معنیه بس لباب معنا کم معنا کته کچه یمش او معنا من مراد نی لا ایتکا يا ما علين أبي مسلطك بسليشة معنى مرادك إيش تيجنا شيء؟ مرادك تيجنا شيء؟ دليلات يك شيء؟ باش برام؟ وتعالج رونا؟ أي باشا الزانية والزاني فجلدو الزانية والزاني مرفوعة أي بنيك بباب اشتغال بلي الزانية والزاني فجلدو يعني فجلدوا الزانية والزانية فجلدوا بولا باب تفسير النبي أما بولا باب اشتغال النبي علي فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة علي باب اشتغال نيه بو علي الفاء بمعنى الشرط عند المبرد أو في بمعنى الشرط لاي مبرد نحوي وجملتان عند السيبوي لاي سيبوي دو جملة جان ليك الزانية والزاني فجلدوا فيك جاي كدون دوليك دو جملة جاين ليك كدو جملة فجلدوا جملة مستقل بينات واني مسلط كي بسر زاني وزانية وإلا أجر أم تأويلي آخر ما تأويل براسي أم تأويلي مبردو أم تأويلي سيبويه بكار ناهني فالمختار النصب جا حاشيش جاين نسي جو بكلا جو لم حاشي بكلا ده على جميع الضابطة حاصلة فيه هرشي ضابطة وقواعد بابي اشتغال هي لم آياتها موجودة هرشي قواعد كباس ما نكردوها كدروس ما فجلدو مصالتك يبسر زاني وزانية ليرا موجودة موجودة لأن ما بعد الفاء قد يعمل فيما قبلها قد يعمل فيما قبلها أي ما إشكا دليلي شي وربك فكبر وربك فكبر فكبر مسلطك راه بس ربك يعني فكبر ربك فكبر اي اجلال شابوا عن نبي بلام الله الا ان القراء السبعه بلام قراء السبعه واتفق عليها لما اتفقوا فيه على الرفع حميان على الزانيه والزاني نعل الزانيه والزانيه نعم بل الزانيه والزاني هاتوا بزل قراءه الشاذة هاتوا باشا برام هميان يعني متفق لسر رفعة ولم يقرأوه بالنصب إلا شاذا بشاذين به بنصب نخوان راوته تمحل زاني كلمة تمحل يعني شيء تمحل يعني تكلف يعني نأب تكلف تمحل النحات يعني نحات كان بتكلف بزور هوري عن داوة لإخراجه عن الضابطة عن الضابطة المذكورة هوري عن داوة بودر كردني أم آية لو قاعدة مذكورة كبو باب اشتغال بيان معنى كردو بو شون شيء ما أقل بيخين باب اشتغاله يلزم اتفاق القراء السبعة على غير المختار أقرب لنا ما الزانية والزانية يا معناه يا قراء سبعة اتفاقا كذول صشتك غير مختار غير مختار لعلم نحو نج غير مختار لعلم قراءته ليخو معلوم هموانة معلوم جناب تانك اتفاق قراء سبعة لسر آيته اتفاقا نهبو أو كاتا نضرب بقواعد النحو عرض الحائط إيواني قواعد نحو دين بودي وار شون شو قراء سبعة شون نصر شاهزات شاه القرآن بتايبتي إيواني إما
نضرب قواعدهم عرض الحائط. بلى باشا لبرو تمحل النحات، تمحل عين تكلفوا بزور لإخراجه عن القواعد المذكورة. باشا برام لم تكتو والكلام عند فلام لا يتو شيء وحاشية ركواي كبوم فالقال المبرد والفاء بمعنى الشرط فلا يجوز تقديم ما فيه. فلما كتخبا من جبي دوزمو تمحل تمحل النحات لإخراجه عن الضابط الشرط ملي أما أخوة قاعدة ما حاشية هنديشة شون لا يتو هي يعني بالضابط المذكور لأن لا يلزم اتفاق القراء على غير المختار من حيث أن الرفع في الطلب غير مختار، شنك الرفع لطلب غير مختار أمش طلب فجلدو أيوانية فجلدو بل كواب لرا تمحل مبرد شونا تمحل مبرد عليه ليتوابك الفاء بمعنى الشرط فلا يجوز تقديم ما في حيزها ألم فاك بمعنى الشرط أجر فاك بمعنى الشرط به نابه أويك لحيز شرطايا نابه وكو أجر الزانية تعال حيز شرطا نابه فيش شرطا كبير باشا برا والكلام عند سيبويه هوني وتي وإذا الشرطية وإذا الشرطية والكلام عند سيبويه أي سيبويه شو أني تمحل كردوه لا أود جملة. أولا دو جملة. جملة. الزانية مبتدأ. وقوله والزاني عطف عليه والخبر محذوف. آه. يعني يعني هذا هذا بيان حكم الزانية والزاني. وانية. الخبر مبتدأ محذوف على النحو الباب والفصل. أو كاتل نالي فصل الفصل الثالث. يعني هذا الفصل الثالث. عليه هذا بيان حكم الزانية والزاني. آفرين. فيما يبدأ عليكم. الخبر مبتدأ محذوف على النحو وقوله فجلدوا. بيان لحكمها وهو ابتداء الكلام. ولك كلامك تعزية. والفاء فيه عنده زائد للتفسير. أو للتفسير. بلى. وجزء الجملة. لا يعمل في جزء جملة, جملة أخرى. كواب أم جملة. جملة دوهم. ناكل لا يعمل في جزء جملة أخرى. ناكل الجملة كتلا عمل بك. وكانت تصليت كدروزنية فلا تدخل في الضابط. وكنت مشاكل تمحل عام. تمحل بلام لواقع هل أو قصي من الجوانترة قصي من نية قصي قراءة ما دام قراءة سبعة اتفاقا كدولة الرفع تواوت اليما شون أبي قواعد قرآني ملكش كين بو قواعد النحوي ناقن جبرا وإلا أقل آوان ذي فالمختار النصب أقل أم تمحلنا كي أم تأويلنا كي لواقع لسر قواعد النحوي المختار النصب بروين انا ما صيامال رابصني ولا لزبر دليتو ان كنت من بيان رنا لير انا متحزم كدرسك بيان شو بيبل والله ما صيامال رابصني كنت بخوا زوري بالله اخر دعوانا الحمد